لم تهدأ أصوات الانفجارات وأطلاق النار، بالرغم من إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية انتهاء عملية عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل الأسبوع الماضي. طيران التحالف شن عدة غارات على القصر الرئاسي في صنعاء في محاولة لمنع إرسال المسلحين الحوثيين وحلفائهم تعزيزات عسكرية إلى مأرب، فيما قصفت سفن حربية منطقة قريبة من ميناء عدن جنوبي البلاد. وهذه هي أول الغارات على المدينة منذ الإعلان عن انتهاء عاصفة الحزم. واستمرت عمليات الكر والفر بين مقاتلين من المقاومة الشعبية من جهة وعناصر الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى شرق العاصمة صنعاء وتعز والضالع وعدن، أدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، من بينهم عدد من المدنيين. واستخدم الطرفان مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. المقاومة الشعبية الجنوبية حققت تقدما في بعض أحياء مدينة عدن أبرز مدن الجنوب، أما في تعز ثالث مدن اليمن فاستعادت السيطرة على مقر حكومية مهمة كان الحوثيون يسيطرون عليها. قوة أنصار الله ردت بقصف أحياء سكنية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. من جهة أخرى هاجم مسلحون حوثيون نقطة في محافظة الحرث السعودية، ودارت اشتباكات بين المسلحين الحوثيين وأفراد النقطة السعودية. وبحسب مراقبين فإن العنف في اليمن سيستمر، خاصة في ظل غياب أفق حل سلمي للنزاع.